ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا سيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد ضياء، وأبدأ معك من تصريح الأمم المتحدة حول أن الألغام الموجودة تحت الأنقاض في الموصل يستغرق نزعها سنوات. كيف تقرأ هذا التصريح وكيف تسقطه على الواقع الذي تشهده الموصل؟ السلام عليكم وتحياتي سلام. للجميع. أنا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع النمسا. نعم. حقيقة ما يحدث بالوقت الحاضر في الرمادي والمناطق الأخرى المنكوبة في العراق عملية إجرامية بحق الإنسانية. هذا ما يتعرض له في الوقت الحاضر، ونحن نعلم جيدا لحد الآن الأنقاض الموجودة في المناطق المنكوبة في هذه المناطق. تكلمت حضرتك عن تفشي الأمراض. نعم، هناك تفشي الأمراض وهناك بعض الحشرات الضارة للإنسان، وهذه تؤدي إلى حياة بعض كثير من الناس. هذا هو ما تعمله بالوقت الحاضر الحكومة العراقية. يجب عليها أن تعمل لإنقاذ أهل الرمادي من هذه الوحشية التي تقوم بها الحكومة العراقية بإعطائها الظهر الغير أمين إلى الشعب أو الناس اللي ساكنين في منطقة الرمادي. حقيقة ما يحدث هو ليس في الرمادي فقط أستاذ ضياء، في الرمادي أنا والموصل. أنا أتكلم عن الرمادي لأن الحديث مالتنا، أنا أعرف الرمادي والموصل وفي تكريت وفي ديالى وكثير من المناطق المنكوبة وفي جرف الصخر وفي كل المناطق العراقية اللي تعرضت إلى القصف والتدمير. هذه الحالة موجودة لحد الآن في مناطق الموصل. لحد الآن الأنقاض الجثث تحت الأنقاض، ولحد الآن لم تأتي هيئات تنقيبية عن ما يحدث في هذه المناطق. هذه المناطق موكوبة، يعني موبوءة. هذه المناطق لا يمكن السكن فيها بالوقت الحاضر. هذه المناطق اللي موجودة الحكومة العراقية التي تقدم الملايين وتسرق الملايين من الدولارات والدنانير وهي لا تهتم بالشعب العراقي. حقيقة هذا عمل إجرامي وعمل ضد الإنسانية لا يمكن السكوت عنه. في ظل الحديث عن هذه المأساة الإنسانية، كيف تفسرون التناقض في الموقف الحكومي الداعي من جهة يدعون النازحين وأهالي المناطق المدمرة للمشاركة في الانتخابات، بالمقابل لم تسعى هذه الحكومة لإنقاذ حياتهم حتى من الألغام التي كما قلت لك في البداية عن الأمم المتحدة التي تقول أنه نزعها يحتاج لسنوات طويلة، وضحايا هذه الألغام وضحايا هذه المشاكل الإنسانية ربما هو ضعف الضحايا الذين سقطوا في خلال العمليات العسكرية. كيف تقرؤون هذا التناقض؟ والله هذا التناقض موجود عند الحكومة العراقية من 2003 ولحد هذه اللحظة. المتناقضات الموجودة في العراق لا يمكن أنه كل العالم يرى ماذا يحدث بالعراق. الحكومة العراقية تريد تنجح العملية الانتخابية بالوقت الحاضر، وهم يزورون الأوراق، وقاعد نعرف تجي أوراق من إيران ومن جهات أخرى مزورة. وهذه العملية تزوير الرأي العالمي وخدع الرأي العالمي بما يحدث بالعراق، ويتكلمون يأتون إلى أوروبا بعض المسؤولين العراقيين ويتحدثون أنه الشعب العراقي عنده انتخابات والشعب العراقي موجود التعددية فيه. هذا كله كذب. الاعتقالات العشوائية أختي، الاعتقالات العشوائية لحد الآن موجودة. السجون مكتظة بالناس والشباب. هذه العملية اللي قاعد تقوم بها الحكومة العراقية هي خداعا للشعب العراقي. لا يمكن أنا ممكن أن أنتخب وأذهب إلى الانتخاب وأنا عايش في مخيم، لا عندي السكن ولا عندي المأوى ولا عندي الأكل ولا عندي الشرب لأولادي. لا يمكن أن أقوم بهذه العملية الانتخابية. هم ناس سراق ومجرمين وقتلة من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة. لم يتبدل وجه واحد من هذه الأوجه الذي هي احتلت العراق من قبل الولايات المتحدة، ونصب الذولة المجرمين والقتلة على رأس الشعب العراقي. هذه حقيقة
يعني المجتمع الدولي يعى ويعرف ما يحدث في العراق. نعم، ربما هذا الإهمال لم ينسحب فقط على أو لم يقتصر على الموصل فقط، بل تعداه للأنبار أيضا، حيث الجثث ما تزال تحت الأنقاض في حي البكر تحديدا شرقي الرمادي. ألا ترى أن هناك نوع من سياسة العقاب الجماعي للأهالي في هذه المناطق؟ نعم نعم، هذه العقاب الجماعي. وبعدين منطقة ديالى أيضا من المناطق المنكوبة بالعراق، منطقة ديالى فرغت من بعض القرى وهجرت القرى وسكنوا القرى من مناطق أخرى، سكنوا القرى من مناطق أخرى من جنوب العراق ومناطق الأخرى. في الموصل هذا الشيء قاعد يحدث بتهجير أبناء الموصل وقتلهم. لحد الآن آلاف مؤلفة من الشعب المصلاوي ساكن بالمخيمات والملاجئ ولا يوجد لهم قوت العيش. هذا ما حدث في الرمادي. مشكلة الرمادي بعيدة جدا عن مشكلة الموصل. لحد الآن مشكلة الرمادي لحد الآن لم تحل، مشكلة الفلوجة لم تحل، المستشفيات مدمرة، المدارس مدمرة، لا يوجد تعليم هناك، ولا توجد أمان، ولا يوجد شرطة نزيهة بالوقت الحاضر. هم يدعون يريدون الانتخابات ولا توجد طريقة آمنة للعراقيين حتى يصبح صبحه بأمان لوقت الحاضر. أشكرك جزيل الشكر أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في فرع النمسا الأستاذ ضياء الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.